ومعنا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. أستاذ أشرف، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف نفهم هذه الخطوة الأمريكية بتقديم مزيد من السلاح سواء من القنابل أو الطائرات الحربية إلى إسرائيل؟ دلالة هذه الخطوة وتوقيتها أيضا. صباح الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هذه زيادة أو هذا القرار الأمريكي أتى في ضوء زيارة وزير الدفاع الأمريكي الإسرائيلي جرانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي، وأجرى مباحثات مع كبار المسؤولين على المستوى السياسي والمستوى العسكري، خاصة أن هناك كان حالة من الانسداد والتراجع والخلل في مسار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد قرار مجلس الأمن الأخير. وبالتالي الجانب الأمريكي سعى لترضية الجانب الإسرائيلي على أن يكون هناك تفاهم في المرحلة القادمة فيما يتعلق بعملية اقتحام رفح، وفي إمكانية أن يكون هناك تنازلات إسرائيلية في المقابل بشأن إمكانية تسيير وتسريع وتيرة المفاوضات على مستوى تبادل الأسرى، وأيضا أن يكون هناك بالفعل هدنة طويلة 6 أسابيع. وأعتقد أن هذا الأمر كان عملية مقايضة ستحصل على أسلحة بمعادل 2.8 مليار دولار، أعتقد مجموعة من طائرات F-35، بالإضافة إلى عدد من القنابل الذكية وأيضا الغبية التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تغيير مسار الحرب في المرحلة القادمة واستعداد الحرب القادمة كما تلوح إسرائيل مع حزب الله أو الشمال في المرحلة القادمة. وبالتالي الجانب الأمريكي أراد أن يكون هناك بالفعل لتوفير الغطاء للجانب الإسرائيلي، خاصة أن هناك ضغوط من قبل اللوبي اليهودي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع زيادة تسارع وتيرة الانتخابات الأمريكية من الشهر الحالي حتى 5 نوفمبر من هذا العام. وبالتالي بالإضافة لأن هناك رغبة أمريكية فأن تحرص تقدم على مسار المفاوضات بإمكانية أن يكون هناك هدنة في المرحلة الحالية وأن يكون هناك تطويق لأي عملية تصعيد، لأن هناك بالفعل نظر توتر على أكثر من جبهة، سواء فيما يتعلق بحماس والجهاد داخل قطاع غزة، سواء ما يتعلق أيضا بجبهة الشمال مع حزب الله. ووجدنا تصعيد في الساعات الماضية، وأن إسرائيل قررت أن تنقل المعركة إلى سوريا وأيضا إلى لبنان وكل مناطق تواجد فيها قيادات حزب الله وأيضا محسوبين على إيران في هذه المعركة. وبالتالي هناك درجة كبيرة من الغليان. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتطويق هذه كل التوترات بإمكانية أن يكون هناك طمأنة لإسرائيل بإعطاء السلاح، وفي نفس الوقت ممارسة ضغوط على أن يكون هناك بالفعل بدء عملية تفاوض تؤدي لأن يكون هناك عودة لمسار التفاوض في الدوحة وفي القاهرة. وأعتقد أن هذا ما أشار عليه نتنياهو بالأمس وقال أنه سيكون هناك إرسال وفد الشباك للقاهرة غدا على أقصى تقدير أو يوم الاثنين، وأن يكون هناك عودة رئيس الموساد للدوحة حتى يكون هناك استكمال المفاوضات التهدئة في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الوفد الأمريكي المنتظر رئيس جهاز وما يعرف بالعلاقات الاستراتيجية الإسرائيلية مع أحد قيادات الجيش لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين القادم لبدء مباحثات ماراثونية حول خطة إسرائيل لاقتحام رفح وإمكانية أن يكون هناك دراسة للبدائل التي أعدتها أو أعدها الجانب الأمريكي، أملاً في أن يكون هناك إبعاد شبح هذا الاقتحام لأنه سيؤدي إلى أن يكون هناك وقوع مذبحة دموية كارثية باتجاه 1,400,000 فلسطيني، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى توترات فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني بعد عمليات القتل والإبادة التي على مدار 7 أشهر حتى الآن. طيب، في شأن عملية رفح، وسائل إعلام أمريكية أيضا تحدثت عن أن محادثات رفيعة المستوى ستجمع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين على أقرب تقدير بعد غد الاثنين. على الأرجح هذا هو الوفد الذي كان قد نتنياهو قد ألغى زيارته منذ أيام وعاود مرة أخرى إفاده إلى واشنطن. ما الاعتبارات الحاكمة لهذه المباحثات في ضوء الموقف الأمريكي الذي ليس لديه أي مشكلة أو معارضة لعملية في رفح، شريطة أن تقدم إسرائيل كما قال المصداقية أو أي دلائل تشير إلى أنها ستراعي الأوضاع الإنسانية وتحافظ على حياة المدنيين؟ أعتقد دعوة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإجراء مباحثات مع مسؤول البيت الأبيض في الساعات وفي الأيام القادمة بدءا من يوم الاثنين القادم، أعتقد أن هذا جاء ضمن الاتفاق الذي تم صياغته والتوصل إليه إلى زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت للولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي. تعلمنا تماما أنه بعد قرار مجلس الأمن حدث نوع من الغضب والاحتقان من قبل نتنياهو، وأيضا صب جم غضبي على المواقف الأمريكية وعدم استخدام الفيتو فيما يتعلق بالقرار الأخير المقدم من الدول العشر غير الدائمين في مجلس الأمن. وبالتالي الجانب الأمريكي يرى أن نتنياهو تجاوز في كثير من بعض مواقفه وأراد أن يكون هناك بالفعل استكمال لهذه المفاوضات. عاد مرة ثانية نتنياهو الخميس الماضي وطلب أن يكون هناك إعداد جدول أو جدولة لزيارة هذا الوفد. هذا الوفد سيذهب بالفعل صباح الاثنين، ستجرى مباحثات مع مسؤول البيت الابيض لامكانيه استكمال ما تم التوافق عليه
بين وزير الدفاع الامريكي وكبار المسؤولين الامريكيين في وزاره الدفاع وفي ايضا مجلس الامن القومي الامريكي، وحتى مع وزير الخارجيه الامريكيه بلينكن على مدار 4 ايام في زياره السابقه التي انتهت الخميس الماضي. وبالتالي هناك استكمال لامكانيات فرص امكانيات دراسه البدائل او المقترحات او الخطط البديله التي تقول الولايات المتحده الامريكيه انها اعدتها لامكانيه ان يكون هناك تجنب لعمليه اقتحام لرفح بترتيبات امنيه فلسطينيه اسرائيليه امريكيه في هذا الامر. كل هذا وارد بقوه، لان الجانب الامريكي يرى ويخشى ان هذا الامر سيؤدي في حاله اقتحام اسرائيل او نتنياهو لرفح سيؤدي الى ان يكون هناك بالفعل حمام دم، وسيؤدي الى ان يكون هناك كارثه انسانيه ودمويه تغير المعادله داخل قطاع غزه، وحتى على مستوى استمرار العزله الدوليه لاسرائيل وضوء ايضا قرارات محكمه العدل الدوليه الاخيره ومطالبات اسرائيل بدورات دخول المساعدات الانسانيه والزام اسرائيل وفضوء ايضا انضمام ايرلندا وكثير من الدول لامكانيه فرض عقوبات على اسرائيل في المرحله القادمه وامتناع كندا ارسال اسلحه لاسرائيل. والى اي مدى يمكن اريهان استاذ اشرف على هذا المقترح الامريكي؟ لن نقول ضغطا امريكيا لان الجميع بات يعني واضحا له ان يبدو ان الولايات المتحده غير قادره على دفع نتنياهو للتفاوض من جهه للتوقف عن عمليه رفح أو التخطيط لها من جهة أخرى، هل يمكن أن نتوقع أن يستجيب نتنياهو لأي من هذه المقترحات الأمريكية؟ بكل تأكيد بمزيد من الضغط الأمريكي سيتم تغيير المعادلة. لا تنسي أن الرئيس الأمريكي عندما خرج ليلة أمس وأيضا ما أصدر مجموعة من التصريحات فيما يتعلق بالجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقد ان هذه التصريحات تنم على توجه امريكي جديد للتعاطي مع التفاصيل الماشيه داخل قطاع غزه وايضا تجنب عمليه عسكريه كبيره باتجاه مواجهه اسرائيليه لبنانيه مع حزب الله في الساعات القادمه في الايام القادمه. لا تنسي ان عوده نتنياهو للمفاوضات مره ثانيه وان مذيع وكيله من هيئه البث الاسرائيليه وايضا تاكيد نتنياهو ان كثير من وزراء الليكود داخل الحكومه اي حزبه وافقوا على ان يكون هناك بالفعل درجه كبيره من عقد صفقه، وهذا الامر يتماشى ويتوازى مع كل من راي كل من جانتس وايضا ايزنكوت وايضا رئيس الموساد. هذا الامر يؤدي لان هناك بالفعل الضغوط الامريكيه بدات الى حد ما تمارس كثير من الضغط في هذا الاتجاه، وان عجله المفاوضات الخاصه بامكانيه هدنه مطوله 6 اسابيع، فهذه الهدنه سيتم تاجيل اي عمليه لرفع حتى ان بالفعل التسريبات الامريكيه والاسرائيليه تقول ان تفاهمات امريكيه اسرائيليه على تاجيل عمليه هي حتى اسرائيل نفسها استاذ اشرف غير مستعده بعد وما زالت تحتاج الى الوقت للتحضير لعمليه رفع. شكرا جزيلا لك من القاهره استاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام المصريه.